السلام على المقام العالي. مولاي صاحب الجلالة، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد صالحات ذكركم بمناسبة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأولاد الرحمون يوم الجمعة 20 جمادة الثانية 1444 الموافق 13 يناير 2023. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جماعة أولاد الرحمون قيادة بني موسى المنتخب أصالة عن نفسي ونيابة من كافة أعضاء المجلس الجماعي وسكان الجماعة قاطبة بأن يرفع إلى الشدة العالية بالله أصدح آيات الولاء والإخلاص معربين لجلالتكم عن تأكيدنا بأواصر البيع وتشبثنا الدائم بأهداف العصر العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. مولاي صاحب الجلالة، إن رعاياكم الأوفياء بهذه الجماعة العزيزة عليكم ليغتنمون هذه الفرصة ليعبروا لجلالتكم عن صادق الامتنان لروح مبادرتكم النيرة والاهتمام المتزايد لجلالتكم في بناء صرح الأمة المغربية عبر الأوراس الكبرى التي تسهرون عليها والتي من خلالها يعيش المغرب على عهدكم الظاهر تحولا لافتا وتقدما كبيرا. مولاي صاحب الجلالة، إننا يا مولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع عن الغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وباني لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم وقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة لالة خديجة، وشد أظركم بشعيص بن سعيد سمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والإجابة الجدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر الأولاد الرحمون يوم الجمعة 20 جمادى الثانية 1444 الموافق 13 يناير 2023. خادم الأحزاب الشريفة محمد السعدي رئيس الجماعة الترابية لأولاد الرحمون.